يستمر التواصل الصباحي مشاهدينا عبر الشروق الفضائيه. نافذه اخرى عبر صباح الشروق من داخل الاستوديو، مرحب بالاستاذه ساره التني المتخصصه في علم النفس. مرحبتين، صباح الخير. صباح النور، مرحب بكم، والف صلاه وسلام على الحبيب المصطفى. الفقره الكارجل شو كانت جميله جدا. يا سلام، وان شاء الله نكون كلنا مختدين به، ربنا يوصلنا بيته. اللهم امين، اللهم امين. ويعني في خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم كان دائم للفت النظر حول الاطفال وحول يعني الاهتمام بكل الفئات العمريه، ولكن كان في اهتمام بالاطفال، ومعروف سيرته وتعامله كيف كان مع الحسن ومع الحسين. صح. وفي السيره يعني ماخذ، مش ماخذ عفوا، ماثر كثيره. صح. على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتعامل مع الاطفال ومع الشباب. حديثنا الان حيكون عن الاهتمام بمهارات وهوايه الاطفال، والمساله دي قد لا ينتبه لها الكثير. في السودان كده عندنا اهتمام كبير بالاكاديميات، ايضا في مفهوم مغلوط كده عن انه الاهتمام بالهوايه ممكن يدور بالتحصيل الاكاديمي. فده موضوعنا معاك، ودارين نبدا معاك بضروره الاهتمام بمهارات الاطفال. لماذا مهم ان نهتم بهذه المهارات والمواهب؟ صباح الخير، واهلا بكل الامهات في كل البيوت. الحمد لله على السلامه، هاي بنقول لهم للاجازه. من الحاجات المهمه المفروض ينتبهوا لها الامهات، الاطفال محتاجين للحركيه او هي المهارات، اللي نحن في الفتره الاخيره بقينا ما مهتمين بها تماما، او بيعانوا منها كل الاساتذه في كل رياضه الاطفال. المهارات الحركيه بتاعت الايدي بتاعت الاطفال. بقى اي طفل حاسه تديه قلم بيسهج، كتب لك في دقائق ويكون خلاص. ليه؟ لانه نحن ما حاولنا ندربه. نعم. او نعلمه الحركه بتاعت انه يشيل الحاجات في البيت، ترسله. زمان كنت انت ممكن ترسل الطفل يمشي يجيب لك اي حاجه، يمشي يجيب لك كوبايه. حاسه اي اصغر طفل من 3 سنين ما بيقدر يشيل كوبايه. صحيح. بتقع منه طوالي. ليه؟ لانه احنا كامهات بقينا طوالي خايفين، طوالي عايزين نريحهم. صحيح. وده غلط. غلط. حقيقي غلط. يعني المفروض الام تهتم بالطفل وتديه الحاجات تحت الاكتيفيتيز عشان هو يحرك عضلات جسمه. ايوه. الحركات عضلات بتاع جسمه. والرسول وصانا باهم حاجه عليه الصلاه والسلام، السباحه والرمايه وركوب الخيل. نعم. ديل ما كانوا ساكت عبسا بالمناسبه، يعني حس لو لاحظنا انه الحركه بتاعت السباحه بالنسبه للطفل من 6 شهور، ونحن هنا في الثقافه بتاعت بلدنا ما في. إذا السباحة من 6 شهور الطفل ده بتكون عضلات جسمه كلها صحيحة. يعني السباحة بتريد كل عضلات الجسم، يعني بتكون صحيح. كلها صحيحة عضلات. صحيح. الجسم. بعدين احنا بنقوم نركز في السباحة في الفترة بتاعت الإجازة فقط. نعم. لا، احنا السباحة دي ما ممكن تكون حاجات في فقرات في أثناء الحياة. صحيح. أو الأسبوع بتاعه المدرسي. حتى هي بتنمي فيه حاجات كثيرة، بتنمي فيه المشاركة، بتنمي فيه عدم الخوف، بتنمي فيه الثقة بنفسه. دي من الحاجات المهمة في السباحة، بنلقى عندها كمية من الفوائد للطفل. سلام. سبحان الله. يعني مع انها كانت من الاقاويل يعني احد الخلفاء الراشدين، ولكن يعني بنجدها حتى الان الطفل من بدايته كانوا الاهل منتبهين لانه مثلا يكون. صحيح. في مثلا في المرحلة بتاعت الاجازة اللي احنا بنتكلم عنها دي، يلتحق بنادي فروسية. صحيح. ولا بسباحة، حتى على مستوى شخصيته، ما بنتكلم بس على تكوينه الجسماني يعني. أيوة. بتكون في فوائد. ايوه، حتى ركوب الخيل بالنسبة. أيوة. للطفل برضه. أه. بتنمي فيه الحاجات، العضلات بتاعته بتنمي فيه الفراسة، التفكير. نعم. هو كيف يقدر يتصرف ويتخطى الحدود، يكون عارف انه هي في حق. يعني الطفل انت دائما لما تشغله بحاجات مفيدة له لجسده ولفكره، كل ما انت بتمشي به خطوات لقدام. فيعني انا بتمنى انه الابهات، الاباء والامهات يهتموا شديد بانهم يركزوا مع الطفل، يركزوا معاه في الاكتيفيتيز بتاعته او في المهارات بتاعته. مهارات اليدين بالكتابه، التلوين الكثير. يعني حس الطفل في الفتره دي بكون اول ما تدخله انت كي جي 1 بيدخله الروضه مثلا في بدايه. أيوة. البلاي جروب ده. أيوة. لما تدخله بتديه القلم بيكون هو ما عايز، لان انه انا كأم ممكن من البيت ارتب الحاجات بتاعته دي، اعلمه فتره بتاعت الاجازه، وفي اخوانه اكبر منه، ممكن يكون ما في اخوانه اكبر منه. أيوة. ممكن يكون انا اول بيبي بالنسبه لي، بتبدا الحاجات تحتي كل ما يقوم اجيب له الالوان تحت الشمع، انا ببدا اقعد جنبه وبلون. هو لما يقوم يشوفني بيكون عايز، اي طفل بيكون داري يقلدك. اها. فانت تستفيد من الحركه بتاعت انه هو داري يقلدك. ايوه. تديه الحاجات وتخليه يتعلم انه يلون، يرسم، يراقبك وانت بتعمل في الحاجه دي. ايوه. حتى في المطبخ بيكون عارف الحاجه دي غلط والحاجه دي صح. انا ما بقول انكم انتوا تطلعوا تدخلوا المطبخ مره واحده، لكن حركه انه يتحرك يجيب مويه، تجيب له الكوبايه بتاعته، يبدا يتنظم الطفل ذاته، يعرف انه ياكل براو،
يعتمد على نفسه ويعتمد على نفسه، ياكل براو، يستعمل الملعقه براو، يستعمل الحمام براو، ودي من الحاجات المفيده جدا للطفل، يتعلم انه هو يمشي ويناديك. على ذكر الملاحظه والتعلم، يعني الطفل عنده اخوانه في البيت، فاكيد هو بتابع وبراقب كل سلوكهم، يعني سواء كان السلوك ده جيد هو حيستمر على نهجهم، لكن امكانيه التعرف في البدايات الاولى، يعني احنا زمان الواحد لما نيجي يعمل له حاجه دائما بنلعب بطين وفي لعب مختلفه كده، الواحد بيحاول يكتشف ما بداخله، لكن يبقى الحصار من الاسره طوالي، الولد شال الحاجه الفلانيه، يا ولد اقعد ساي، اعمل كده، فبرضه نتكلم عن التعلم والبدايات الاولى للطفل بانه يكتشف مهاراته من خلال الحياه اللي بيعمل فيها. طيب احنا بالنسبه لنا الطفل بقت في الفتره بتاعت الجيل الجديد ده اي حاجه احنا خايفين عليه زي القزازه. زمان ما كان في كلام زي ده، انت بتدي الطفل مساحته، بس احنا ما بندي الاطفال مساحتهم، حتى بتلاحظ الاطفال، تلاحظ لما يكونوا في مطاعم او لما يكونوا داخلين لناس بيكونوا اطفال بتحسبهم مكبوتين وهم طوالي متحركين. ايوه صح. ليه؟ لانه انا ما اديتهم مساحتهم. المساحات المفروض ياخذها الطفل الصلصال، اللعب في حوض الرمله، الصلصال ده بده بيجيو البيت ومصنع وجاهز وجميل بالوان أيوة مختلفه. أيوة يعني صحيح. يلا وبعدين الصلصال ده انا لو جبته سوقته هم مشيت بهم اقرب حديقه، او انا احنا كامهات عملنا جروب مع بعض، جبنا اطفالنا وكنا عندنا بال طويل شويه زي ساعه ساعتين في اليوم. ايوه خطيناهم قدامنا وادينا لهم يعملوا بيه والمهارات بتاعتهم، كده الطفل ذاته بتبدا تنميه في مهاراته وبيبدا يتحرك وبيبدا يشوف الحاجه ويكون عايز يعمل زيها. لكن انا في لحظه انه لا 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 واجي اوديه والروضه ودايره في الروضه يكون هو الاول ويكون هو الدكتور المهندس وغيره يعني. يعني. لا ما يلا يكون الاول، الطفل كله ما تكون حاجاته وثقته بنفسه وبيعرف يتصرف وبيعرف يتعامل، ده هو الاول بالمناسبه، وده الطفل الصحي. تلقى حس الطفل الجسمان بتاعه مركب بطريقه جميله جدا، يعني طفل سمين، طفل جسمه صحي مكتمل صحيا ومهندم وكل الحاجات، لكن ابسط حاجه هو ما بيقدر حركه الايدي بالنسبه له مشكله، التفكير الاطفال كلهم بيجوا ابسط حاجه الام عايزه تسكته عايزه تقعده بعيد ما هو لا لا دي بتديه الجهاز بتاع الموبايل وده غلط للاسف. طيب دي محاذير كان لازم نتطرق لها عشان يقدر الطفل يكون حر، عنده مساحه بتاعت حريه يقدر يبرز مواهبه، لانه حاله الكبت والممنوعات دي بتخليه لا انت قادر تكتشف فيه حاجه ولا يكون مرتاح. صح. طيب رفعنا المحظورات دي ودينا مساحه بتاعت حريه وراقبناه واكتشفنا موهبه من المواهب، مثلا طفل بيلون بشكل يعني ملفت، طفل خطه مختلف، او يعني ممكن تكون فيها يعني اشكال مختلفه للمهارات والابداعات، كيفيه تطويره وفي ياتو مرحله ممكن نبتدي نكتشف عشان نبتدي نطور، التطوير ده يبدا من ياتو مرحله. جميل. الطفل من عمره 3 سنين لحد 5 سنين ده ممكن تكتشف فيه حاجات جميله جدا بالمناسبه، بس تركز معاه. يعني يكون في تركيز من الامهات في البيت. انا بفتكر انه دي الفتره اللي بتكون الام فيها قريبه من الطفل. بعد الخمس سنين المدرسه بتبدا تاخذ معاه. ايوه انت بتكون زميل للمدرسه وللاساتذه من 3 ل 5. أيوة. في كل الحاجات، يعني احنا ما نتكي كل الحاجات على الرياض تحت الاطفال او على الاساتذه، بالعكس نساعدهم ونكون لصيقين بهم. ايوه حسي في الفتره الاخيره بقت في التواصل بين الامهات بالواتساب، بقت بتحس شويه في نوع من انواع الالتصاق والمعلومات بياخذوها او الناس الجديدين في الحياه بياخذوها، لكن ده برضه ما بيحلنا. احنا زمان كان يعني في التربيه بتاعتنا الصلصال، الحوض الرمله، العرايس، البيت لما تبدا تعلمها حركه انها تخيط وتعرف تعمل عروسه كيف وتعرف تجهزها، بتاهل البيت ذاته وبتجهزها لانها هي ممكن تكون في يوم من الايام ام، ممكن تكون مصممه، ممكن تكون عندها افكار جميله، بتعرف تختار الالوان، بتعرف تختار اللبس، بتعرف تقيم طريقه اللبس بتاعتنا في مجتمعنا، حاجاتنا بتعرف تفهمها من البدايه. يعني الطفل من 3 سنين بالمناسبه ذكي جدا متشكله، واطفالنا في العمر ده حسي أذكياء جدا، لانهم ما من النوع المتابع السوشيال ميديا جدا، التكنولوجيا لصيقين. أيوة. شديد لصيقين بها جدا. فاطفال وبالمناسبه احنا اطفالنا حلوين جدا السودانيين ديلا، وعندهم نوع من انواع المهارات والذكاء، لانه مجتمعنا ذاته بنمي فيهم انواع المهارات والذكاء، حتى في الاسلوب بتاع الناس في البيت الكبار. أيوة. يختلف تماما. صحيح. يعني احنا عندنا مثلا حسيت لك طفل عمره 3 سنين ممكن تلقاه واقف اذا لقى الناس واقفين في الشارع بحسب التربيه وحاجه شايفه في البيت بنقول ادخل جوا. صح. ايوه صحيح، بيوجه
فمعناه الطفل ده شخصيته فيها حاجات جميلة أنا ممكن أنميها بالأخص لو ركزت معه ممكن أنمي فيه حاجات جميلة جدا جدا. بعدين نحن كمجتمع سوداني علي ودكتور أستاذ سار يعني مجتمع منفتح سواء كان في الحي عندنا جيران وحتى الجيران البعيدين احنا بنعرفهم عندنا ارتباط بهم وثيق خاصة في المدن والأرياف. برضو نشوف تشكيل البيئة وتأثيرها على الطفل وإمكانة أنه يكون في المستقبل حاجة ثانية عن طريق الترابط. طيب بيبدأ من البيت. بيبدأ دائما أنا لما نتكلم مع الأطفال أطفال الجيل ده بيجي بكون واعي وعارف أي حاجة فأنت بتتفاهم معه بطريقة بتاعة تنمية سلوك اللي هي إنه في حاجات غلط نحن نقولها وفي حاجات صح نحن ممكن ما نسكت عليها نقولها لكن بأدب بنوع من أنواع الأدب عرفتها. فبيبقى بعد ذاك الطفل جاهز لما نطلع المجتمع ما أنا حسي بيجي المجتمع فيه كل الطبقات صحيح وساكنين في نفس المواقع كل الطبقات زمان كانت تختلف في مجتمعنا كل طبقة ساكنة في حتة حسي كل الطبقات ملمومة في حتة واحدة زي ما بقوله. فبيبقى الطفل بعد ده لما يطلع برا ويسمع بيكون عارف إنه ده غلط وده صح حتى لما يكون قاعد قدام التلفزيون برضه يكون عارف إنه في حاجة صح مفروض يقعد يحضره وفي حاجات غلط. بالمناسبة هم أسكية تاني بكرر هم أسكية جدا صحيح وفاهمين جدا وبيعرفوا يوصلوا المسج اللي عايزينه بس أنت لازم تكون بالمرحلة بتاعت الذكاء بتاعتهم يعني ما تستخف في عقلهم ما يعني تفتكر إنه يعني دي إشارة أنا المفروض نجيب فيها شوية يعني قصة إنه هم أسكية ولو حاولت تمنعهم من حاجة بحاولوا بطرق أخرى إنه تعرفوا عليها أيوة. كيف نقنعهم حتى كمان نحن هسه بقينا منفتحين طبعا على العالم الخارجي من خلال المحطات المختلفة ومشاهدة أفلام الكرتون الموجهة فيها رسائل بتكون للأطفال هي ما من عاداتنا ولا من تقاليدنا كيف نقدر نحرمهم خاصة نحن لو عايزين نطلع بس نقول لهم ادخلوا التلفزيون يعني أيوة. يلا بنكون لصيغين بهم وإنت من كل فترة لما تيجي تحضر معهم تشوف الحاجة بيكون تعليقك مش لا ديم لا الحاجة دي ما جميلة الألفاظ دي ما بتاعتنا دي نحن ما نسمع كتير فبكون الطفل بيستوعب تعمل تعليقات ما تحرم ما تمنع تعمل تعليقات ما هو قلت لك الطفل ده عبارة عن ببغاء بيقلدك أيوه. أي أم وأبو الطفل بيقلده يا سلام وبيقلد الأستاذ لاحظ له حسي بكون فترة من الصباح من الساعة 8 صباحا للساعة 3 هو قاعد مع الأستاذ في المدرسة لو قعدت ركزت مع الأطفال بتلقى حتى حاجاته بيكون بيعمل نفس حركات الأستاذ بتاعه في المدرسة حركات المشرفة الحايمة معاهم حركات الغفير الواقف صحيح. في الباب صحيح. السواق بتاع الترحيل لاحظ له بيقول يلا نحن كلنا في المجتمع مفروض نتفق على إنه السلوكيات بتاعتنا والأسلوب بتاعنا يكون واحد نحن بنفتقد لأنه الناس الكبار كلهم للأسف الشديد في المجتمع أنا ما بقول كل الناس لكن برضو لا. الحاجة دي عامة والشر بعم زي ما بقول والخير بخص ما عندنا دائما كلمة شكرا وكتر خيرك أيوه. ولو سمحت والاعتذار والاعتذار يلا الحاجات دي من الحاجات البسيطة لكن بتنمي لنا الطفل بالمناسبة بتخليه زول مهذب وخلوق صحيح حتى لو كان في راسه في ذخيرة بتاعت كلمات هو عايز يقولها ما بيقدر يقولها ليه لأنه بيلقى المجتمع اللي حوالينه من الباب مين بتاع الدكان شكرا حاضر جدا انت كده بتعلمه انه يكون زول بيعرف يتصرف في لحظة وحتى بالمناسبة عشان احنا نقيه من حاجات كثيرة في المجتمع لما الطفل يكون شخصيته كده شكرا جزيلا الزول اللي قدامه حتى لو كان من الأغرباء زول عدو زول بتحس بيه بحس بانه الطفل ده واعي صحيح. فانا ما ممكن اهبش ولا اتكلم بالضبط 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 بكلمات بسيطه انت ممكن تحميه صحيح دي ممكن تكون واحده من ادوات الحمايه اذا الطفل ده مسلح انا ما ممكن اغلط معاه صح. ما ممكن الحاجات اللي بيجينا بيشوفها الان في المجتمعات دي أيوة. التحرش بالاطفال والاعتداءات وكده بيكون محصن تجاهها دي كانت كبسولات يعني سريعه نحن كنا حريصين نقدمها من خلالك لكل المشاهدين نشكرك على كل اللي قدمتيه وفعلا نحن في مرحله بتاعت اجازه ومرحله الطفوله زي ما قلتي من 3 ل 5 سنين دي اهم مرحله للام للتواصل مع ابنها من 5 ل 7 برضه مهمه أيوه. القراءه الطفل لازم يقرأ ايوه لانه احنا هسه بقينا بعيدين بقينا بالسوشيال ميديا وباللابتوب بقينا بعيدين صحيح لا. احنا نكون واعيين القراءه أيوه. النقاش معه مع سلام. الطفل نعم. المشاركة معه وفي برامج كتير بتشارك مع الطفل ممكن تشاركوا فيها ممتاز ممتاز نحن نقول دي نصايح للآباء والأمهات اللي بيشاهدونا ولآباء المستقبل يا حمزة ولش نحن ذاتنا نستفيد من القصة دي مش أيوة شكرا لك بنشكرك أكيد أستاذة سارة التني المختصة في الصحة النفسية وتربية وتنشئة الأطفال ومهارات
الأطفال. شكرا لك. نمضي نتواصل معكم مشاهدينا عبر صباح الشروق بعد هذا الفاصل.